كيستقبلناش ما معبرناش كيجي عنده اللوبيا الصراحه. هاد الناس هادو ما بغاوش ينصفونا. دابا كاين عندنا الناس اللي تحكمت لهم لصالحهم باش خصهم ينفذوا. المحكمة حكمت هنا. المشكل في التنفيذ. هاد الناس كيتماطلوا كيف علاش واش امر تتحكم المحكمة باسم صاحب الجلالة؟ يعني راه ما كاينش شي مكان اكثر من صاحب الجلالة. كتحكم تيقول لك باسم صاحب الجلالة نحكم بما يلي ياك. وهاد الناس هادو راه ما تينفذوش باسم صاحب الجلالة. حكمت لي المحكمة عطيني حقي، سالت الكونترا، انا التزمت بالعقد النموذجي ديالي، سالت الكونترا صافي عطيني الكونترا. مكتري تيكري دار تتسالي المدة ديالو تيخرج صافي. وين هادو راه نفس الحديث ماشي عندنا. شنو المشكل انت اللي عندك بالضبط الحكمات في المحكمة؟ انا باقي لهاد الساعة ما وصلت. انا باقي لهاد الساعة ما درتش المحامي. انا دابا انا سالت لي الكونترا. انا اللي عندي معاه الكونترا تحول من دارو. انا ما عرفتوش فين كاين دابا. علاش مشيت صيفط ليه عون قضائي؟ صيفط ليه بالبريد المضمون ما جبرتوش. الفلوس هو كيخلصني في الكونت. وين باش نشوفه هو ونعرفه فين كاين؟ ما لقيتوش. فين غتلقيه بلادريس؟ فين غتلقيه؟ انا مواطن عادي ما عرفتش. انت دابا عرفتي هذه النقطه. واحد اخر مسكين ما قاريش. انا مازال عارف شويه. واحد اخر ما عارفش اش يدير. مشينا لعند المدام محزون هنا، قالت لك سيدي اضعف الحوايج اللي غدير، سيروا للمحكمه. وانت شنو المقام ديالك انا سيدتي؟ إلا ما تنصفيني أنت اللي مسؤولة على هذا القطاع. هذا أنت مسؤولة على هذا القطاع. نصفينا أنت باش حنا رسالتنا توصل. إلا ما نصفتيناش أنت اللي مسؤولة على هذا القطاع. لمن غنمشيو حنا لمن؟ وشكرا جزيلا لكم وسمحوا لي. لا لما تبغيو توجهوا الرسالة ديالك لسعادة الوالي، سعادة العامل، سعادة الكاتب العام والسيدة أم حزون. حيت هي مطالب درتو شكايه؟ ما خلينا ما درنا. راه كاين شكايه في ولايه الامن، كاين شكايه في عند العامل ديال اونفا، كاين شكايه هنا في العماله، كاين شكايه في المحكمه، كاين كلشي وراقينا محطوطين في جميع الادارات. وين شكون اختي اللي غادي ينفذ ليك؟ شكون اختي اللي غادي يوقف معاك مع الفئه المستضعفه؟ وما اش تيقولوا؟ تيقول هذا ماشي مسألة معاق. أنا معاق حسن منه، دماغي حسن منه. كاين معاقين اللي دكاترة، كاين معاقين اللي معرفين واصلين بالقراية ديالهم. هذه حالة استثنائية. أنا ما كنتفرق، ماشي كنوجه الكلام، أنا ما كنتفرق معاك بوالو غير بهنا. تقدري أنت تكوني حسن مني بهنا، ونقدر نكون أنا حسن منك بهنا. أما هادو كنتساواو. هذه من عند الله مرحبا بها. وكاين اللي كتجيك سيدة مرحبا بك، كاين اللي كيكون صحيح حتى تيطيح. هذا هو حال الدنيا. حتى واحد ما كيخرج سالم منا. هادشي هذا هو حالنا حنا. ما كنطالبوش بشي حاجه، كنطالبوا بحقوقنا، ابسط حقوقنا. يوفروهم لينا، يعطيوهم لينا. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه، كنطالبوا يعطيونا حقوقنا. شهر على شهر، نهار على نهار، عام على عام، نفس الطريقه. كنجيو نطلبوا المطالب ديالنا، ما كيعقلوش علينا. ما شايفين الناس، ما عارفين الناس. ديما كيقولوا لنا واخا دابا نقدموا لكم، دابا نصيبوا لكم، نوجدوا لكم، نعطيكم الحقوق ديالكم، ما كاين والو. مع النقابات خدامين، مع السماسره خدامين، مع اللوبيات خدامين، الا حنا ما دوني الطرف الاول منسيين. علاش؟ ما نعرف. حنا كنجيو من دون، ماشي انا راه ماشي ولدي، انا ولد سلا. كنجي معذب حاليا مريض، وجاي مريض، والله الا مريض. علاش؟ كنطلب حقي مع الناس ديالنا التنسيقيه الوطنيه. كنشوف الدموع في عيني. هذا حقي، ماشي غير نبكي، راه خصني نموت عليه. علاش؟ عندي الوليدات خصني نوكلهم. انا ما مخلي ساريه للدراري باش ياكلوا. باش السيد خدام على راسه كيصور 3000 درهم ولا ما عرف 4000 درهم، وانا كيعطيني جوج دريات. اش غادير لي جوج دريات انا والدراري؟ اش غادير لي؟ واش تكني؟ واش تشرب لي الدواء؟ واش تعيشني؟ واش غنشري ادوات الدراري المدرسيه؟ والدري عنده بيرمي، خصني ترجع لي الادونيه ديالي نعطيه يخدم عليا. علاش هبه ملكيه كتسمى الدنيا ديالي ماشي ديال الشيفور؟ والشيفور ما كيعقلش عليا. عطيه سيدنا في الالعاب، جريت عليها في 92، وجا واحد اخر هو مستقل لها دابا، ما كيعقلش عليا. قال لي جريت ورك هذا اللي عطاها لك. واش هذه الحاله عقل ليها؟ قدمتوا شكايات؟ درنا شكايه، دخلنا المحاكم، خلي ما درنا لا علاقه. هما كيستغلوا الفرص ديال الضعيف. الضعيف هو اللي مهمش. اما هما عندهم طرق باش عايشين. ما نقول لك حتى حاجه، هما عايشين وكيصرفوا وكل شيء، وحنا ما عرفناش. كنطلبوا غير الله يفوض امرنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.